ليبيا لأجل ليبيا للحوار والتنوير الفكري. مؤسستنا عبارة عن تجمع شبابي، كنا خاضعين لدورة إعداد قيادات شبابية في مركز الرواق، فحبينا أن نحن نجمع كجروب ونكون من ضمن مؤسسات المجتمع المدني. فكانت فكرتنا أن نحن نبغى ننشئ مؤسسة تقوم على أساس فكري تنموي بين الشباب. نحن فعلا يعني تنقصنا الخبرة، لكن بإذن الله حنبنيها وحنبني ليبيا دولة المؤسسات، إيمانا منا كجروب أو كتيم فور ليبيا أن الإنسان هو أغلى الموارد التي تملكها البلاد. فمن المنطلق هذا نسعى إلى إعداد شباب ليبيا لمواجهة التحديات في عالم دائم التغيير. إن شاء الله نحن حنقدم للشاب الليبي ما كل شيء يطمح فيه، خصوصا أن نحن كجروب فور ليبيا نشتغل بروح الفريق. فأول شيء حنقدمون من محاضرات، من ندوات، وأجمل ما في المؤسسة بتاعنا أنه واجد نعتمد على الوركشوب أو ورش العمل. هذه نقدر أن نحن نكون قريبين من الشاب من الشباب في مدينة يعني. وفيك شكرا. نحن دورنا كإعلام نحاول أن احنا نوصل رؤية وأهداف المؤسسة إلى محليا، أولا توا على مستوى بنغازي، بعدين على مستوى ليبيا، ونحاول في المستقبل ليش لا إن شاء الله نوصلوها يعني عن طريق الإعلام. طبعا في مؤسسة، أنا طبعا باش ندير حد معين لا طبعا هو مجهودات شخصية، ما فيش داعي من حد إعلامي. نحن نسعى إن نحن ننشر نشاطنا عبر وسائل الإعلام. لا لا يوجدش منارة بس يعني في منارة، مؤسسة منارة الإعلام. والله نحن يعني قسم الإعلام لازم يكون له دور كبير في المؤسسة، اللي هو في نشر فكر ونشر فكر المؤسسة عن طريق نشر فكر الندوات اللي نحن نديره فيها، أو البرامج الإعداد القيادات الشبابية، أو دورات، أو ورش العمل نحاول نحن نعلن عليها مسبقا حيث نستقبل أكبر فئة وأكبر عدد من الشباب. الوسائل أولا عن طريق الوسائل، يعني أولا عن طريق الإعلام المقروء، عن طريق الصحف والجرائد والمجلات. ثانيا عن طريق الوسائل الإعلامية المرئية يعني أو المسموعة، عن طريق الندوات، حوار، عن طريق ورش العمل يتم. ما أعتقد أن هذه هي الوسائل المتاحة يعني توصيل معلومة، أو عن طريق، أنا نرى يعني في الاعتصامات اللي في ميدان الجزائر أو ميدان الشجرة، هناك ناس مثقفة يعني نخبة زي ما يقولوا، يجي يتحاوروا مع البسيط، الإنسان البسيط صاحب الحقوق أو صاحب المطالب الاعتصام. أعتقد أنه يوصل في صوته. أنا نشوف في ظاهرة صحية في ميدان الشجرة، شوف في صالونات سياسية، في صالونات سياسية بشكل رائع، يعني مش محتاجة لدعاية ومش محتاجة لأي شيء. الناس اللي كانت مقموعة في عهد محمد، يعني السجناء الرائي زي ما يقولوا، كانوا يجوا يعطوا في محاضرات طريقة فظيعة، وكلنا كنا نسمع ونتناقش ونتحاور معهم. نذكر لك أكثر من شخصية، ما فيش داعي إني أقول أسماء، بس نذكر أكثر من شخصية كانت سجينة من سجناء الرأي، كانوا يجوا يتحاوروا مع الناس، وكانت يوصلوا في الفكر. بحكم أن الشارع الليبي ما زال عنده تصحر في الثقافة السياسية، فأعتقد أن بداية وشيئا فشيئا يعني التصحر هذا عن طريق الصالونات السياسية. أسرع، سريع جدا. يعني هذا من النصائح على فيسبوك، ظهر يعني لو قالوا الناس
لا، هي حفل التأسيس كان عن طريق الفيسبوك، يعني واحدة من وسائل حفل التأسيس فور ليبيا كان عن طريق الفيسبوك. ندوات في ندوة العنف ضد المرأة أعتقد كانت عن طريق الفيسبوك. يعني هو الجيل الحالي كله جيل فيسبوك، ما عرفش يعني. يعني لا، ما حكي بشكل عام عن فور ليبيا، شنو لما تجي لما تقول أنا مؤسس فور ليبيا لا، هم اصلا ما زلنا احنا يعني احنا في طور النمو، يعني مؤسسه ما زالت يعني في طور النمو. ف يعني قصدي مبدئيا هل في شيء شجعكم انكم تكملوا؟ اكيد اكيد اكيد، نحس لنا دور، يعني يكون لنا دور فعال ان شاء الله. نحب نشكر قناتكم لايف ستريم، قناه محمد من بوصله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه فكرة مستقبلية لأعضاء المؤسسة، لأن من صميم عمل المؤسسة هي أن تدريب وتطوير، لكن على مراحل حتكون العملية هذه. أولا ممكن حنقربوا الأعضاء المؤسسة، أولا نطوروهم، نطوروا أعضاء المؤسسة في المرحلة الأولى بحيث أن يتم إعدادهم لتأهيل وتدريب الشباب بصفة عامة، إنه يكون بإمكانهم أنهم يعطوا دورات في جميع المجالات. وهذه قليل العملية هذه المرحلة هذه اللي نشتغلوا عليها توا، يعني في إعداد نعرف. توا يعني أنا سمعت أن هذا المنطق دعم من هذا المجتمع المدني، من أصحاب الناس، أنا أعرف اجتماع حاضر يعني معنا في هذا المنطق. لا 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 لا، بارك الله فيكم. هذا طبعا هي في نقطة كي من توعية، نحن طبعا مركزين على فئة الشباب بحكم أنها هي الفئة الأكبر في المجتمع. توعيتها مش شيء سهل، يعني التثقيف بتراكم معرفي فترة طويلة. لذلك نحن الناس نحاول كل مرة نقيم ندوة، كل مرة نقدم بعض المطويات، بعض المواد البسيطة اللي يكون مثلا لها تعريف مجمل مش ملخص، يكون بقى تعريف مجمل بأي مسألة في الوعي السياسي في الجانب التنموي في التنمية البشرية، بحيث أن نحاول أن نكون فكرة بسيطة عن بعض المصطلحات وبعض المفاهيم اللي يستحق الشباب. هل أنا شك أنك تنجح ولا مصر على النجاح؟ أي مكان لا مصر على النجاح إن شاء الله. بارك الله فيك. معلش بقولي شو نشاطك المجالي هناك مؤسسة؟ أولا بسم الله، نحن ممكن عندنا إن شاء الله بإذن الله حتكون عندنا ندوة أو محاضرة يلقيها المدرب العالمي الأستاذ نور الدين الطياري على فن القيادة، وحتكون إن شاء الله يعني يوم 25 فبراير حتكون بإذن الله في جامعة العرب الطبية في مدرج سناري محيدي سابقا اللي هو مدرج الشهداء، وحتكون ان شاء الله مستهدف فيها فئه الشباب بشكل عام، وحتكون محاضره مجانيه وفرصه يعني ان اي شاب نتمنى ان يحضرها، يعني بالذات مع اشخاص زي عظيمه، يعني مدرب نور الدين الطياري يعني شخص يعني غني عن التعريف، فنتمنى من كل شاب ان هو يحضر هذه المستشفى. وحتكون ان شاء الله الساعه 5 تقريبا تبدا الندوه هذه، ممكن 7-7:30 حتنتهي، يعني حتكون مفتوحه على حسب، ونتمنى ان كل شاب ما يفوتش الفرصه. بارك الله فيك، مشكور.